وصلنا لفقرة كتير مميزة وبيهمنا كتير إنه بالأشهر الأخيرة من عام 2024 إن شاء الله يا رب بتمرق بخير وسلام، لازم نعرف شو هي أبرز الظواهر الفلكية اللي ممكن يكون إلى تأثيرات إيجابية أو سلبية على حياتنا. ومؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي تم تداول صور عن جسم مضيء بالسماء وسمي بالمذنب، ويمكن قالوا يا عفاف إنه كل 80 ألف سنة لحتى يظهر، ما بنعرف صحة هذا الموضوع. هلأ أكيد الدكتور رح يخبرنا التفاصيل الأكثر، ولكن هذا المذنب بلش يظهر بتسعة تشرين الأول. اليوم رح نحكي ورح نعرف أكثر عن أخبار النجوم وهي الظواهر الفلكية يلي عم تظهر بسماء سوريا وغيرها من البلدان، وكثير أسرار رح يخبرنا عنها اليوم رئيس الجمعية الفلكية السورية الدكتور محمد العصيري. أهلا وسهلا فيك دكتور. عفاف سيد صباحك. هايدي صباح الورد، صباح الخير نور. صباح الظواهر الفلكية فعلا يلي هلأ الفترة هي مع نهاية السنة قرابة نهاية السنة عم تكتر وتصير أروع وأحلى، وفعلا نحن على أبواب عدة ظواهر فلكية، وكنا فعلا ببداية تشرين الأول مع ظواهر فلكية. خلينا نبلش بهذا المذنب دكتور يلي شغل كتير من العالم، وكتير من العالم صارت تصور هذا المظهر. شو هو وشو السر وراء؟ تمام، خلينا نبلش بقصة ما تفضلت يا عفاف، المذنب يلي كان هو هدية عام 2024. هي القصة بلشت بعام 2023 بمرصد صيني صغير يسمى مرصد تسوتشين شان، معناته الجبل الأرجواني. هذا المرصد الصغير اكتشف جرم ما بعيد على مئات ملايين الكيلومتر. هذا الجرم اختفى. بعد كم يوم مرصد أطلس بجنوب أفريقيا وأعاد اكتشاف هذا الجرم، فلقوا أنه هذا الجرم عم يتحرك بسرعة كثير، فقالوا أنه مذنب. لكن كانت التوقعات أنه هذا المذنب رح يمر قدام الشمس ويدوب ويحترق، لأنه المذنب عبارة عن كتلة جليدية متسخة بالغازات والغبار. فلما تقترب من الشمس يذوب الجليد فبيصبح له ذيل. لكن هالمذنب خالف التوقعات كلها، هوبا دار حول الشمس وطلع بتسعة تشرين الأول ليصبح مشاهدا بالعين المجردة. ولا أروع من هيك، يعني قد ما وصفت لكم الصورة الكتلة الجليدية والذيل الممتد بالسماء لعدة أمتار، يعني اللي عم يطلع بالعين شايف النواة وشايف الذيل، وصوروها مثل ما تفضلتي بعدد كبير من الصور. اجينا يوم الخميس كان عندنا القمر العملاق، القمر العملاق اللي هو اكبر واقرب قمر خلال عام 2024 حجب رؤيه المذنب حتى اليوم. مع الايام القادمه من هون لاخر تشرين الاول، يعني ل 31 تشرين الاول، من المتوقع بالايام الاخيره عندما يختفي القمر ان يكون هناك رؤيه جديده للمذنب بالعين المجرده. بعد منا هذا المذنب اللي هو زائر فريد لمره واحده سيغادرنا. كان المتوقع انه بعد 80 ألف سنه بيعود مره ثانيه، الله يعطيكم ويعطينا طول العمر لنشوفه مره ثانيه، لكن اليوم المعلومات بتشير انه لا، هذا المذنب عم يتفتت. ليش كل كم سنه بيظهر دكتور؟ كان هو بيظهر المفروض كل 80 ألف سنه، لكن اقترابه من الشمس خلاه يتفتت وبالتالي يدوب، فلن يعود هذا المذنب موجود بسمائنا ولا بالكون، رح يختفي فرح نشوفه وندعه. المفارقه انه هذا المذنب عفاف هايدي مشاهد لنصف الكره الشمالي، سابقا كان مشاهد لنصف الكره الجنوبي، لكن ما خسر شيء نصف الكره الجنوبي، هناك مذنب اخر يظهر الان في نصف الكره الجنوبي. هذا المذنب اللي يظهر في نصف الكره الجنوبي لن نراه نحن، سيختفي قبل ان نراه، يعني بيظهر قبيل شروق الشمس، ونحن مذنبنا هنا ما عم نشوفه لاول مره بتاريخ البشريه يظهر مذنبين في ان معا بنفس الوقت بنفس المرحلة. طبعا ليش؟ شو السبب؟ ما حدا عنده جواب. هل يا ترى بيحمل آثار مدمرة، زلازل، براكين إلى آخره؟ أبدا، هو بعيد عنا 58 مليون كيلومتر، لا يحمل أي أضرار، هو جرم جميل متابعته. لكن هذه التواترات بالأحداث الفلكية قد تشير إلى أنه هناك شيء ما، مثلا من حالات من سحابة أورت، من القطع الجليدية الموجودة بسحابة أورت عم تأتي بشكل أكبر، هناك في نجم ما مثلا دفع هذه الأجرام إلى الداخل، هناك مسبب أن يظهر هذه الأجرام بكثرة خلال الفترة الماضية. لكن أن ترتبط بأحداث أرضية وكوارث أرضية، هذا الكلام إطلاقا غير صحيح. مذنب جميل، رصده رائع، لامع في السماء، رغم أنه أساطيرنا ارتبطت بحكاية وقصص عن هذه المذنبات، ولكن كلها أساطير. الواقع اليوم احنا شفنا المذنب، صلنا من 9 أكتوبر تشرين الأول لليوم عم نشوفه يوميا، عم نصوره، عم نتسابق
لنحصل على صور جميلة تكون ذكرى لنا مع هذا المذنب؟ أكيد، يعني منطمن المشاهدين دكتور أنه ما في أي تأثيرات سلبية اليوم لهيدا المذنب، ولكن اليوم يمكن الناس لما شافت صور المذنب بيقولوا لك أنا يمكن فكرته نيزك، ما عم بعرف أنه إذا هو نيزك أو مذنب أو شهب، خلينا نوضح الفرق بيناتهم. وبالذات الصور لأنه ظاهر كأنه نازع على الأرض. برافو. النقطة أولا ليش هو مذنب؟ أولا لأنه له ذيل طويل جدا، ثانيا لأنه استمر أكثر من يوم. النيزك دقائق لا سمح الله، يا بيضرب يا بيحترق. فالنيزك هو قطعة حجرية، نيزك صخر، حجارة، نواة حديدية. المذنب هو كتل جليدية. للمذنب ذيل طويل جدا يمتد فعليا لملايين الكيلومترات. للنيزك لا يملك ذيل. النيزك أصغر من المذنب وأقرب للأرض من المذنب. النيزك قوته التدميرية كبيرة جدا، يسبب كوارث إذا اصطدم بالأرض أو بأي كوكب. له بقايا يحترق في الغلاف الجوي يتحول إلى شهب، ونحن الآن على أبواب شهب الجباريات يلي ناتجة عن احتراق الشهب بالغلاف الجوي. أما المذنب فهو لا يصطدم بالأرض، هو بعيد جدا، ولكن حجمه الكبير لأنه هو أكبر من النيزك يظهر في السماء، ولكن بعيد جدا ملايين الكيلومترات. ولكن كبره وطوله اللي بيمتد لملايين الكيلومترات بخلينا نشوفه بالسماء لمسافة طويلة لأوقات طويلة، لكن هو حركته سريعة، يبقى بضع أيام، شهر بالكثير شهرين، ثم بعد ذلك يختفي. ما عندنا خطر من المذنبات، لكن عندنا خطر من النيازك. لا سمح الله إذا سمعنا كويكب بيقترب من الأرض، هون بقى الخطر والخطورة، وهون بقى بيصير من الإجراءات الاحترازية. أما مذنب لا، بتصير الإجراءات التصويرية، يلا جهزوا كاميراتكم، عندنا احتفالية لازم نشوف المذنب. بشرة خير إن شاء الله، نحن نتفائل فيه كثير، نحن بنعتبره بشرة خير، فكثير نحن بنتفائل لما نشوف مذنب. نحن كفلكيين لأنه نادرا يمر مذنب، فلما نشوف مذنب بنقول أكيد إن شاء الله هي بشرة خير. الله يا رب. دكتور ذكرت كمان عن انفجار لشهب بده يصير بالغلاف الجوي، طيب هي الظواهر الفلكية اللي عم تصير بالسماء، اليوم شو تأثيرها على الطقس؟ شو ممكن يكون في إلها تأثير على الطقس؟ كثير حلو، اليوم عندنا ظاهرتين بصراحة، هي هطل الشهاب الجباريات اللي تبدأ مع 21 تشرين الأول وتنتهي 28 تشرين الأول، بعيدا عن أضواء المدينة. بعد منتصف الليل ممكن نعد حوالي 50 شهاب بالساعة. طبعا بعد يومين بتبلش الذروة لأنه القمر ما زال الآن لامعا في السماء. لكن عندنا مشكلة كتير جديدة عفاف هايدي، للأسف الشديد وسائل التواصل الاجتماعي، بعض المحطات التلفزيونية خليني يكون صادق، أثارت الرعب والتهويل خلال اليومين الماضيين عن انفجارات كبيرة على سطح الشمس ستسبب انقطاعات الانترنت، وللأسف الشديد كالعادة زجوا باسم بلدنا الحبيب من بين الدول المتأثرة بهذا الانفجار الشمسي. حقيقة الموضوع كالتالي، أولا الانفجار الشمسي هو مو شغلة جديدة ولا طارئة، نحن بذروة دورة شمسية تسمى الدورة الشمسية للبقعة الشمسية، هي الدورة رقم 25. هذه الدورة ذروتها خلال الأيام القادمة وصولا لبداية عام 2025 وتنتهي. نحن من أول هذه الذروة لحتى اليوم كل يوم عم نصور البقعة الشمسية، ونعم هناك زيادة بحجم البقعة الشمسية، وهذه البقعة الشمسية قد تنفجر بأي لحظة، ولكن احتمال أن يقابل هذا الانفجار الأرض واحد على مليون. السبب أن الشمس تتسع لمليون أرض، وبالتالي ليس كل الانفجارات الشمسية تأتي إلى الأرض. اثنين، لدينا حقل مغناطيسي أبضاي حامي الأرض، مسلح بمحبة الأرض، هذا يصد الانفجارات الشمسية ويفرغ الكتل الإكليلية القادمة من الشمس المشحونة كهربائيا. ثلاثة، لا سمح الله عبرت من الحقل المغناطيسي، عبرت في الغلاف الجوي، غالبا ما تضرب الرياح الشمسية القطبين، ونادرا ما تضرب الداخل، ونحن في قلب العالم، فاحتمال أن يأتي التأثير إلى سوريا احتمال جدا ضعيف. الاحتمال الأكبر أن يكون في البحار اللي بتشكل 70% من حجم الأرض، أكثر من 70%، والاحتمال إذا إجا على اليابسة القطبين. طيب خلينا نقول كل هالاحتمالات حدثت وإجت على سوريا، شو بيصير؟ بنقطع النت؟ لا، ما لها علاقة الانفجارات الشمسية بالكابلات التي هي تحت الماء للإنترنت. سوريا لا تعتمد على الإنترنت الفضائي، وبالتالي ما يحدث إذا حدث انفجار كبير للشمس هو انقطاع الإنترنت الفضائي، اللي هو انقطاع البث الإذاعي والتلفزيوني للأقمار الصناعية، هو تلف للأقمار الصناعية، تلف لنظم تحديد المواقع. لكن احنا بحياتنا ما بتأثر شيء ولا بنشعر بشيء ولا بتغير عنا شيء. ممكن
تشويش دقائق لبعض القنوات الفضائية. وعلى فكرة كنا وما زلنا على الشريط الإخباري الإخبارية السورية بعض الأحيان بتلاحظوا نشاط شمسي يؤثر على بس الإخبارية السورية لبضع دقائق. هذا كنا حتى نحطه يحطوه المشكورين الإدارة عنكم بالنشر بالشريط الإخباري. هذا شيء طبيعي يحدث، والتبدلات الفصلية تؤثر على البث. فأما ما هولوا ورعبوا انفجارات رح نصير لحمة مشوية والإنترنت رح ينقطع والكهرباء هذا كله مبالغ فيه، ما له أي صحة أبدا. الاثنين قالوا أنه ب 28 تشرين الأول سيحدث هذا الانفجار، لا يمكن لأحد، والكلام ملفق على ناسا ووكالة الفضاء الأمريكية وروس كوسموس وكالة الفضاء الروسية، لم تعلن الوكالتين أي خبر من هذا النوع. قالوا أنه بناء على كلامهم رح يحدث ب 28 تشرين الأول، هذا كلام مو صح. نحن ما فينا نعرف إمتى تنفجر البقعة الشمسية، لا يمكن تحديد، لأنه في عندنا جزء كبير من الشمس لا نراه، قد تنفجر بالوجه الآخر مو شايفينه، قد يكون الآن ونحن عم نحكي في انفجار بالوجه الآخر وما حدا دريان، وبالتالي لا يمكن تحديد موعد الانفجار. للأسف هي عم يلعبوا على الوتر الحساس عند الناس. الناس اليوم للأسف بعد تنذكروا ما تنعاد الزلزال المدمر اللي حدث ب 6 شباط 2023، الناس صارت كثير عم تتلقف الأخبار بشكل كثير كبير، عندها خوف، عندها نوع من الرهبة بالأحداث الفلكية والكونية. هذا الشيء طبيعي ومنطقي، ولكن ناخذ الخبر من مصدره، لا ننساق وراء قيل عن قال، وراء الرسائل، وراء التهويل يلي الهدف منه انه المشاهدات يكسبوا المشاهدات فقط، انه انا بدي اكسب اكبر عدد ممكن من المشاهدات. الواقع العلمي مختلف، مو بهالخوف، مو بهالتهويل، ما رح تنتهي الحياه. حتى لو حدث انفجار على الشمس لا يعني انتهاء الحياه، كل ما سيحدث لبضع دقائق انقطاع للجي بي اي لنظم تحديد المواقع، انقطاع لبعض القنوات الفضائيه اللي بتكون مثلا الاقمار الصناعيه موجوده بمكان الانفجارات، قد يحدث انقطاع او تلف الاقمار الصناعيه. هذا الشيء تاثيره الرياح الشمسيه، اكثر من هيك ما عندنا. يصل الارض ما عندنا زلازل وبراكين وكوارث من الانفجارات الشمسيه او الهطل الشهابي او المذنب، ما عندنا اساسا زلازل. عندنا بعد الزلزال اللي حدث فرغت الارض طاقتها، فما عاد عندنا شيء جديد لا سمح الله يسبب او يولد طاقه لزلازل قادمه. فلا، من هي الناحيه نطمن. أنا آسف، أنا بدي بقى أعطف على الشق الثاني من سؤالك. طيب هل يؤثر على الحرارة؟ تماماً. هون بقى صرنا نقطة ثانية تمام. نعم، اليوم نحن نعيش في تخبط مناخي غير مسبوق. ذكرت هذا الحكي دكتور بحلقات ماضية إنه اليوم الشتوية، فصل الشتاء رح يكون سابق لظهوره بسبب خربطة الظواهر الفلكية اللي صارت. صحيح، اليوم احنا لساعتنا فصل الخريف، نحن ما دخلنا الشتاء بس بلشت الساعة من هلا. تماما، نحن العالم اليوم عم يعيش بحالة اضطراب مناخي، ولهذا العام الفلكي السنة، العام الدولي للفلك كان اسمه تكنولوجيا الفضاء في خدمة التغيرات المناخية. اليوم فعلا عندنا تغيرات مناخية وعم تلمسوها. دليل على كلامي، من يومين كنا لابسين صيف وشوب ويا الله صار برد كثير، اليوم صار برد كثير، تغيرت الآلية. ومو بس هيك، بعد أيام رح تتفاجئوا إنه بدنا نرجع للبس الصيفي. يعني هي اسمها اضطرابات مناخية. أمطارنا مو مثل العادة، أمطارنا عادة توزع على كامل فصل الشتاء. تمام، الأمطار حتلاحظوا هالسنة لا، مركزة بأيام محددة. طيب هذا كله شو سببه؟ سببه أنه وصلنا بالحد الأعلى من الاحتباس الحراري، نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون، نسبة غاز الميتان. الإنسان لا يتعلم لا الشمس ولا المذنب ولا زلازل رح تقضي علينا، للأسف الشديد اللي رح يقضي علينا نحن بإيدينا، بإيدينا عم نقضي على حالنا. لحتى اللحظة لم نتعلم، وخليني أكون دقيق معكم وصادق، وأنا بأخذ راحتي معكم، الأكثر تأثراً من كانت سواحل الولايات المتحدة الأمريكية بثلاث أعاصير لم يسبق أن تحدث يلي صارت على سواحل فلوريدا. هذا إذا بدنا نشوف الاحتباس الحراري ليكو، ثلاث أعاصير لم تسبق، آخر أعصار قفز من الدرجة الأولى، يعني أعصار هادي رايق عادي، للدرجة الخامسة. مليونين ونص إنسان هجروا من بيوتهم، عدد كبير من الضحايا. هذا هو الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري اليوم خلى الصحراء الكبرى من بضع أيام يهطل فيها أمطار غير مسبوقة وتتحول إلى ساحات خضراء. هاي بتقولوا لي طيب منيح هي الصحراء صارت خضراء، لا مو منيح، لأنه في كائنات حية لا تعيش إلا في الصحاري. هي كائنات إذا نزل مطر بتموت، وهي إذا ماتت بيختل التوازن البيئي، وإذا اختل التوازن البيئي نصل لمرحلة تتغير خارطة الأرض. اليوم تأثير الاحتباس الحراري عم يكون على شمال أوروبا والأمريكيتين بشكل كتير كبير، عشان هيك هم عم يركضوا ويتسارعوا للحد
من موضوع الاحتباس الحراري لحتى يلاقوا معالجة للاحتباس الحراري. هي نقطة كتير مهمة، وهذا الشيء اللي عم يسعى العالم له، وهذا الشيء اللي نحن خايفين أنه لا سمح الله يزداد يتنوع. بالنسبة لبلدنا نعم نحن متأثرين بالاحتباس الحراري بشكل أقل من باقي الدول، لكن لا نسمع للإشاعات. نحن ما بيصير عنا أعاصير مثل فلوريدا بدها محيطات، نحن ما بيصير عنا تسونامي بدها بحار مفتوحة، نحن ما بيصير عنا التغيرات الكبيرة بالمناخ لأنه نحن معتدلين المناخ، ولكن سنشعر بتغيير اختفاء فصلي الخريف والربيع، سنشعر بدخول الشتاء بشكل مفاجئ وخروجه بشكل مفاجئ أكثر، سنشعر بتغيرات ترتيبة الأمطار. هذا الشيء اللي عم يحكوه العالم اليوم، هذا الشيء اللي عم يدرسوه العلماء، وهذا الشيء اللي لمسناه من خلال أعاصير وتغيرات المناخية عم تصير بالعالم. تمام، يعني متأكد أن إحنا نبعد عن الشائعات والأشخاص اللي عم تساوي حالة أن هي محللين اليوم عم يطرحوا كتير من الأفكار، ولا أن إحنا نلجأ دائما للمعلومات الصحيحة. دكتور محمد، خلينا نرجع لتكرار ظاهرة القمر العملاق. بنسمع بالقمر الصيادي بهي الفترة، شو بنقصد فيه لهذا القمر وقديه له تأثيرات اليوم؟ كتير حلو كمان هذا خبر كتير حلو، كان من كم يوم أكبر قمر خلال عام 2024 وأقرب قمر كان على بعد 354 ألف كيلومتر، كان قريب وواضح لدرجة أنه أنا شاهدت بعض الناس كانت عم تمشي بالطريق مبسوطة فيه وعم تصوره. أنا كثير انبسطت وهي عم تصوره، فعلا قريب وواضح جدا ولامع جدا. هذه للأسف لن تتكرر لبعد سنتين ونص. هذا آخر قمر عملاق في عام 2024، وكان كثير قريب، وما زال على فكرة اليوم وبكرة ما زال بيقدروا الناس يشوفوه قريب ولامع. سمي قمر الصيادين أو الصياد لأنه ارتبطت بأسطورة لدى الهنود الحمر سكان أمريكا الأصليين. الهنود الحمر يلي كانوا ساكنين تلك المنطقة كانوا ينتظروا ظهور هذا القمر العملاق المنير المضيء ليخرجوا ليلا ليصطادوا، لأن الصيد بالنهار كان صعب، فكانوا يستنوا يضوء القمر لما يكون قوي كتير فيكون عندهم موسم صيد غزير، فسمي أو وفير فسمي قمر الصيادين، لأنه هذا القمر خاص بالصيادين ليطلعوا يصطادوا ليلا وليس نهارا. وهي التسمية عممت على العالم بشكل عام وسمي هذا القمر قمر الصياد. طبعا عندنا قمر الصياد، قمر الفراولة، قمر الحصادين، قمر الربيع، قمر السنافر، قمر الأزرق، يعني يلي ارتبط أيضا بأسطورة السنافر بظهور قمرين بدر بشهر واحد. إذن هي تسميات ناتجة عن أساطير تراثية ممتعة جدا، تراث لا مادي جميل جدا. على فكرة نحن ببلدنا عندنا كثير من التراث اللا مادي من القصص والحكاية بهذا الموضوع كثير حلوة، يعني إن شاء الله بالفترات القادمة نحن عم نسعى كمان نوثق أقمارنا بأسمائنا وقصصنا بأسمائنا وبتاريخنا وبقصصنا الموجودة بالتراث. إذن هذا القمر انتهى بعام 2024 لن يتكرر. المقبل الآن 17-18 تشرين تاني هي هطل شهابي تاني غير الجباريات، هو الألمع والأوضح والأكثر ميزة، وسيشاهد بغزارة في سمائنا احتكاك بقايا مذنب، بقايا المذنب مع الغلاف الجوي للأرض، فستسبب ألعاب نارية في السماء تشاهد بعد منتصف ليل 17-18 تشرين تاني. طيب دكتور، خلينا نسرق معلومة ولو هيك بشكل روحاني أكثر. كثير من الأشخاص يوم اكتمال القمر أو ظهور القمر العملاق الصيادي الخميس 17 الشهر تم، في كثير أشخاص قالت أنه أنا بهذا اليوم ما بدي أعمل شيء، بخاف تشاءمت بلكي صار شيء ما منيح، وفي أشخاص صحيح. بالتالي بتتفائل رغم كل التوقعات أو الإحساس الموجود ما منيح والخوف، بيتفائلوا وبيقدموا على خطوات. شو رأيك بهذا الموضوع؟ هلا اول شيء القمر العملاق امر جميل، امر نتفائل فيه، امر حلو، دائما ظواهر الفلكية نتفائل فيها، هي هديه من السماء، هي متعه للتامل للتفكر للتدبر للدراسه العلميه. اما تاثير القمر العملاق، اولا لا يسبب زلازل، للاسف سمعنا كثير انه هذا القمر مرتبط بزلزال ببلدنا، ما صار هذا الشيء، وهذا الشيء بقى يضحك كل كلامه. لكن عفاف القمر يمارس عمليات مد وجزر لمياه البحار والمحيطات. جسم الإنسان 70% منه دم سائل، وبالتالي عمليات المد والجزر التي تمارس على مياه البحار والمحيطات تمارس على جسم الإنسان، يعني ممكن يؤثر على الأحداث بحياتنا بشكل شخصي. ليس يؤثر على الأحداث، يؤثر على الصحة. كيف؟ لما أنا يكون مثلا ضغط دمي مرتفع ويأتي القمر العملاق ويسحب الدماء من جسمي يزداد ضغط الدم، فبشعر بعصبية بتوتر،
ما بكون مرتاح نفسيا، ومشان هيك ارتبطت افلام الرعب المستذئبين بظهور القمر العملاق. ليش ارتبطت بهالقصه هي؟ لانه ضغط الدم عند الانسان بيزداد. طيب لما يكون ضغط دمي منخفض واجى القمر العملاق بشعر براحه غير طبيعيه، الله انا كثير هادي، كثير ساكن، ما لي قدران اقوم من كرسي، بشعر يعني كاني جمدت. اذا اللي دمه مرتفع بيتضرروا، اللي دمه منخفض ضغط دمه طبعا بيتضرروا، اللي دمه طبيعي تاثيره بسيط. مشان هيك دائما بتلاحظوا الشعراء والقصص والروايات تكثر عندما يكون القمر عملاق. بعض العمليات القلب المفتوح تتوقف عندما يكون القمر عملاق. نسبة الجرائم والأحداث تزداد لما يكون القمر عملاق. العصبية، زيادة التوتر عند بعض الناس تزداد لما يكون القمر عملاق. هذا السبب بسبب عملية المدو الجزر التي تمارس على جسم الإنسان، ويزداد توارد الأكسجين إلى الدماغ فيسبب حالة من التوتر. طبعاً هذه دراسات عالمية اليوم عم يحاولوا كتير يركزوا عليها ويستثمروها في مجال الصحي للإنسان، في مجال الكشف المسبق لصحة الإنسان عن طريق استخدام الظواهر الطبيعية والكونية وتأثيرها على جسم الإنسان. وبالنهاية نحن متأثرين بالقمر والشمس بشكل كتير كبير، لا يمكن أن ننكر أن الشمس هي واحدة من أكثر الأجرام السماوية التي تؤثر على حياتنا، والقمر نحن قمريين بالنهاية. حتى شعرنا إذا بنطلع بالمراية بنلاقيه بدور مثل دوران القمر. دورتنا الدموية مرتبطة بالقمر، خلايانا تتجدد مع الشهر القمري. نحن قمريين، ولولا القمر ما كنا موجودين. تمام دكتور محمد، بالختام خلينا بما أنه حضرتك رئيس الجمعية الفلكية السورية، دايما عم بيكون في عندكم أنشطة مستمرة ضمن هي الجمعية، خبرنا شو الجديد. تمام، اليوم الجديد أنه فاتحين أبواب المرصد مجانا لكل من يرغب برصد المذنب والاستمتاع فيه من خلال التلسكوب، لأنه بالتلسكوب غير العين المجردة. تمام. والآن بسمائنا هايدي عفاف في عندنا كوكب زحال وكوكب المشتري مع القمر، فرصدهم هدول الاثنين زحل مع حلقاته بالتلسكوب روعة ولا أحلى من هيك. رصد القمر اليوم ولو هو عم يتناقص، وشوفت أرض، مشاهدة أرض القمر وتربته أيضا من الأمور الجيدة جدا. اليوم نحن بنهاية احتفالية السنة الدولية للفلك يلي شاركنا فيها بقوة، وكان عنوان التغيرات المناخية. عملنا نشاطات عديدة للأطفال، عملنا نشاطات عامة ودعوة عامة، رصدنا فيها القمر العملاق يوم 17 تشرين الأول. كان في مشاركة كتير كبيرة من الناس، طبعا عدد كتير كبير اللي إجانا صوروا وشاهدوا تفاصيل القمر العملاق والمذنب، يعني كان عنا ظاهرتين. ومستمرين بنفس الروح بنفس النفس بنفس المشاركات العالمية، لنقول دائما أنه نحن لدينا تراث غني بعلوم الفضاء والفلك، وسنحافظ على هذا التراث ونحاول تطويره ببلدنا. أكيد دكتور. آخر شيء وأهم شيء لكل الأشخاص والمشاهدين أنه ما يتأثروا بالشائعات يلي بيشوفوها، إن كان ظهور أي مذنب أو أي ظاهرة فلكية، لأنه الزلازل والهزات الأرضية والكوارث لا يتوقع حدوثها. تمام 100%. هي هي رسالة عفاف، هيدا نداء، هذا رجاء. للأسف الشديد كثير نحن اليوم وسائل التواصل الاجتماعي ذات حدين، اليوم الحد السلبي أكثر استثمارا من الحد الإيجابي. اليوم عم يلعبوا على عاطفة الناس، على خوف الناس. لا نرد، لا نبالغ بالمواضيع، نحكم عقلنا. اليوم ما في أسهل من رسالة على الواتساب تنتشر لمئات بل ملايين الناس وتبث الرعب عند الناس، ما في هذا الشيء. خلونا نحن دائما الخبر نروح على مصدره. سمعنا انه والله مثلا مذنب، نروح مثلا على الجهات العلميه ببلدنا يلي مختصه بهذا المجال. سمعنا عن اعاصير، نروح على الجهه المختصه. دائما نسعى وراء الخبر، نبحث نحن عن الخبر، مو فورا نقرا مضبوط يلا خلينا نبعته بده يصير عندنا زلزال بكره. لا، نروح نتاكد من مصدر الخبر قبل ما نبعته، والا فعلا نحن عم ناذي اعصابنا، عم نتلف حياتنا، عم نفوت بحالات رعب ما لها داعي لها، عم نفوت بحالات خوف ما لها داعي لها. لا، هذا النداء تفضلتي فيه كثير مهم، وانا بشد على ايدك، ولازم هذا الشيء بقى يتحط له حد، موضوع التهويل واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سلبي. اكيد. بالختام كنت معنا الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعيه الفلكيه السوريه، شكرا لك ولوجودك معنا لليوم، ان شاء الله الايام الجايه فيها كل الخير يا رب. صباحك خير هايدي عفاف، سعيد صباحكم. شكرا لك دكتور، واهلا وسهلا فيك.